وانت يا بابا كيف كان الشغل معك الحمد اليوم؟ لله. منين؟ شو اسمك؟ يا بابا هد شوي، ما صار شي. كيف ما صار شي؟ كل هيدا ما صار شي؟ اسفة اسفة بابا. كيفك بابا؟ اهلا اهلا حسين حبيبي يا قلبي، يا تاج راسي انت يا حبيبي يا حسين. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. كيفك بابا؟ الحمد لله منيح. جبت لك يا بي احلى هديه، تعال شوف حبيبي يا بابا. واو واو بابا تليفون لك. شكرا شكرا كثير. انا كم حسين عندي يا حبيبي يا حسين، هيدا تليفون اخر موديل. شكرا كثير يا بابا. ولو بابا بابا، وانا كمان شو جبت الهديه؟ المرة الجاية المرة الجاية إن شاء الله. نسيتك هيدي المرة. ما أنت على طول بتنساني يا بابا، معلش يا بابا مرة الجاية. كيف المدرسة معك؟ الحمد لله تمام يا بابا. بدي إياك تطلع من المتفوقين. إيه إن شاء الله. وبدي إياك ترفع لي راسي قدام الكل، ماشي؟ إن شاء الله يا بابا رح أرفع لك راسك. وإنت يا بابا كيف كان الشغل معك؟ الحمد لله منيح. شو اسمك؟ أيمتى بدك تنتبهي وتركزي على اللي عم تعمليه؟ أيمتى بدك تصور كبيرة مثل خيك؟ بتضلك هيك عقلك مش عارف وين؟ يا بابا هد شوي، ما صار شي. كيف ما صار شي؟ كل هيدا ما صار شي؟ اسفة اسفة بابا، ليش بابا عم بيعمل فيني هيك؟ انا بحبه كتير. بس بضل يكسر بخاطري، ليش؟ روقي روقي يا اختي، انت بتعرفي انه بابا قلبه كتير طيب، بس هو هيك. بس هيدا الشي كتير بيجرحنا ومش أول مرة. أنا بنته وما بيعطيني أهمية، ما بيعمل لي قيمة مثل ما بيعمل لك قيمة. بابا ما بيحبني. لا 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 يا زينب، شو هالحكي؟ ما تقولي هيك، ما في أب بيكره ولاده. بس اللي عم بيصير شو يعني؟ هيدا بي وهيك بيعاملني. يلا قومي قومي حصل خير. اخ يا الله يا الله. بابا بابا, بابا سلامتك، شو اجبك؟ تعبان كتير يا بي. حسين عجل روح جيب كوباية مي. الحمد لله الحرارة نزلت. يا بنتي سامحيني إذا كنت زعلتك أو قسيت عليكي، أنت نور عيوني، ما تزعلي مني يا بابا. بابا أنا ما بزعل منك وبالوالدين إحسانا. الله يبارك فيك يا بنتي، الله يبارك فيكي.